لله على سلامتك. الحمد لله على السلامة بابا. الله يسلمك. والله لك فقدي والله خير. الحمد لله على سلامتك يا باك. انت منيح كل شيء منيح. نورت. اهلا وسهلا. الحمد لله على السلامة. البيت فاضي بنات، البيت فاضي والله. الحمد لله على سلامة الباك يا مدام. تمهلك تمهلك تمهلك. هلا بتفوت وبتختفي. الحمد لله على سلامة الباك يا باك. الحمد لله. اهلا بالريس. شوي شوي حبيبي. الحمد لله على سلامة الباك يا باك. تعال خليك. هذا بيتك يا هلا بتمد اجريك وبتقعد ترتاح. تعبان شيء حاسس بشيء. الحمد لله على السلامة يا بابا. شو شو شو. الحمد لله على سلامتك يا باك. الحمد لله على السلامة. نورت بيتك. حبيبي حبيبي. الحمد لله على السلامة يا عمي. يلا يلا. الحمد لله على السلامة. شو يا ريس؟ وين العالم؟ ما اجوا يا باك. قلت له ان يجي يقولوا لابني الحمد لله على السلامه ورفضوا؟ مش قصه رفضوا، بس قالوا ان الدنيا ليل وقت مأخر، بكره بيعملوا وفود وبيجوا بيهنوا. بعدين يا بيك عفوا، البيك بعده طالع من المستشفى، حلو نزعجوا بالضجه. ماشي نحكي نحكي. وين يا سلام على البشر يا بيك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمكم. طمني يا فوز ان شاء الله مرتاح برجعتك على البيت. تعبان شوي. لا شو تعبان، ما نحتفل فيك يا بي. خليني فوت ارتاح. الحمد لله على السلامة. طيب انا رح فوت حضير الاوضه. الحمد لله على السلامة. ايه مامي بليز. بالاذن رئيس جان. عمالك حبيبي. يعطيكم العافية. قلت لي ما بدهم يجوا؟ صراحة لا ما اجوا. أنا ما حبيت أضغط عليهم وجيبهم بالقوة يا باك. الناس تغيرت، ما عادت مثل الأول. صاروا متمردين، ما بيعجبهم العجب، بيجوا بس إذا في مصاري. هلا صار بدي أدفع مصاري للناس اللي عم طعميهم هن ولادهم لا يجي يقولوا لابن الحمد لله على السلامة يا باك؟ يا باك الجو موتر والحادث ترك أثر عند الناس، كل شي صار مش طبيعي، خصوصا هلا بوجود هيدي التليفونات الذكية، صار مين ما بده بيصور وبيعرض على السوشيال ميديا. وبصراحة أنا خفت إذا هددتوني يصوروني ويعرضوني نتبهدل كلنا. شو صار مع زكية؟ زكية هي ولاد سوسن جابوا معهم طباخ من الشام. آخر همي من معهم، شو صار بالمفاوضات؟ ما عندي بعدها عند كلمتها، ما بتفاوض بالبلدية. بدينا نروح لعندها على البيت، بتقلك إنه هيدا بيت خيك، أهلا وسهلا فيك بأي وقت. عطيتها منوم ونامت. لا بقدر شوفك. لازم لها علاج. هلا ارتاح انت بابا، بكره بنحكي بقصة يومنا. بكره لازم نشوف الحكيم، ما فينا نتأخر عليها. أكيد حبيبي أكيد. بكره بنحل هيدا الموضوع، بس هلا لازم تفوت ترتاح.